نبتدي بالتشامبيونز ليج. طيب اختاروا لنا انتوا الاول، يعني انا كنت بكلم مع زمايلي، كنت حابب ابتدي بالسيتي والبي اس جي بما انها الصدام الاقوى امبارح. اه طبعا ام المعارك، مباراه هي حملت رقم قياسي باعتبارها الاغلى في تاريخ كره القدم من اول ما اخترعوا الكوره لحد النهارده، بتتكلم في حوالي 2 مليار يورو موجودين على ارض الملعب. قيمه تسويقيه للسكواد بتاع الفريقين، حاجه ما حصلتش في التاريخ ان مباراه تجمع يعني او يبقى على ارض الملعب هذا الكم من الاموال اللي بتجري وتداعب الكوره. الكل كان في انتظار المواجهه، لان باريس سان جيرمان بعد المباراه الاولى والتعادل المخيب للامال طبعا يعني دخلوا مرحله من مراحل الشك، وبدات الناس تقول ان لا هو الشك لسه موجود يا دكتور. ما احنا لسه هنقول يعني مش يعني هم يعني طبعا ما لهمش جماهيريه كبيره في الوطن العربي، لكن النجوم بتاعتهم بقى ليهم عشاق وليهم جماهيريه من اول طبعا ميسي ومحب نيمار ومحب مبابي. فمؤكد في ناس كتير بقت بتنتظر مباريات باريس سان جيرمان وبقى ليهم قاعده جماهيريه مش عايزين ننكرها. فباريس سان جيرمان بعد التعادل الاول وبعد كمان القصه والازمه اللي دخل فيها ميسي مع بوتشيتينو، وبدات الموضوع بقى والصحافه الفرنسيه والصحافه الاوروبيه تتكلم عن ازمات بتحصل وقصه امبابي اللي لسه مستمره وعدم رضاه عن التواجد، المهم ان كان في قصص في باريس سان جيرمان. فكانت مواجهه السيتي باعتباره واحد طبعا وصيف البطوله السابقه وواحد من اهم المرشحين وواحد من اقوى الفرق في اوروبا حاليا، كانت اختبار حقيقي لباريس سان جيرمان علشان يقول انه موجود وان الفلوس اللي اتدفعت والمرتبات اللي بتتصرف ما ترمتش على الارض. ما ترمتش على الارض واحنا موجودين يا جماعه. النتيجه اللي فاز بيها باريس سان جيرمان تبدو للوهلة الأولى وكأنها نتيجة كبيرة وعظيمة وكأنه كان مسيطر على المباراة وكأنه فوز مستحق. الكلام ده طبعا أنا عارف أنه يعجبك، لكن الحقيقة أنا متأكد أن بوتشيتينو ما كانش راضي عن الأداء، هو يتحمل جزء من مسؤولية المستوى اللي ما كانش عند المأمول. أنت بتلعب في ملعبك في حديقة الأمراء وسط جمهورك طبعا، ومعاك اجمد يعني اسماء في اجمد حاجه في كل حته. يعني ده الراجل لما بيحب عم بيعمل كده تبادل يعني بين حراس المرمى، معاه احسن لاعب في اليورو، احسن لاعب مش احسن حارس كمان، دوناروما وكيلور نافاز اللي هو واحد من افضل ثلاث حراس في العالم السنه اللي فاتت. وطبعا بقى الكتيبه من اول طبعًا. الدفاع ده راموس قاعد احتياطي يعني اللي هو كان قائد، وفينالدوم قاعد احتياطي، فينالدوم قاعد احتياطي، ومفيش ايكاردي مفيش ديماريا، يعني الموضوع فعلا مفيش داكسلر مفيش، لا لا الموضوع مستفز يعني. الحقيقه كان في تقدر تقول طبعا النتيجه محترمه جدا، باريس سان جيرمان تخطى عقبه مهمه انه ياخد الثلاث نقط من السيتي، بتديله افضليه انه يصعد عن المجموعه ويبقى قريب من